جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. مما لا شك فيه راهو المجهود الامني قاعد يتحسن بالطبع، اكيد الساده النواب نحسوا انه ثم نظام العام لأجل المتعة بالقطر السيدي. حاجة ثانية هو مزيد حث
القوات الأمنية وحدات المختصة على التصدي لكل من جريمة الحق العام التهريب وخاصة الجرائم ضد الصبغة الإرهابية. بالنسبة للجرائم السياحية تم إجراءات العام المخطط كامل قاعدين نخدم فيه تصاعديا استعداد المسجد السياحي والعطلة الآمنة. المخطط يقوم أساسا على منظومتين، تفعيل أقصى درجات التأمين الذاتي من طرف أصحاب الفنادق والنزول والمطاعم السياحية والملاهي الكبيرة، في نفس الوقت تعزيز الانتشار وإحكام خطة الغلق والانتشار الأمن لتأمين وحدات السياحية وتأمين جوارنا بتنقلات التحق للتوفيق إقامتهم زيادة في ارتياد الشواطئ بحول توتو مع بعض إن شاء الله. مخطط عنده علاقة بحماية الإقامة بحماية مسابق السواح مسابق التنقل الشواطئ ليلا ونهارا من أكثر ظروف الأمان في جوارنا. هذا ما عجبش بعض المحتجين وطور الامر الى ان اصبح هناك تبادل بشكل احتلال على مستوى المركز وحتى مطلق النار السيد. واخيرا تم حرق هذه المطالب ذات صفه اجتماعيه وتنمية صفر عندها حتى علاقه بموضوع امني. ما فهمتش علاش اللي يحتج على مطالب التنمية الاجتماعية عمل إلى حق الناس. ممكن خاسوا هدية استعمال مفرط من قوى الأمن. لم يقع استعمال كان يقع صغيرا تحرش الناس. مرحبين على استعمال الناس. هو لو تحرش الناس. كيف الوضعية حالية؟ تو انتشر. انتشر القوات الأمنية وحتى الجيش تقدم على حماية المؤسسات والمنشآت العامة والأملاك بتاع الناس. ما نخلوش نعيشوا حال فراغ حالي في وضعية كبيرة. أكيد أنه ثم الحوار ظروف من التأكيد. في هم نقاط سيدي في يوم العشية في مجلس أنا أود هو أهم شيء هو الاستعداد وحق الوقوف على جاهزية القوات الأمنية في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب والتهريب والتجارة الموازية والاقتصاد الفوضى وفي نفس الوقت الاستعداد على أحسن ما يرام لتأمين المسجد الصحي. سيد الوزير العديد من المنشآت الاقتصادية العامة مثل المجمع الكيميائي بكابس وكذلك استخراج الفوسفات من كابس يعني وقع توقفها بسبب كبت الاضرابات لهنا فماش تدخل من اجل فرض العمل. ان شاء الله نحن اولا هنا سيد وزير الصناعه موجود في ولايه كبسه بسبب برمجه لقاءات وجلسات حوار مع كل الاطراف المتخلفه على مستوى ولايه كبسه ونامل ان شاء الله الجلسه اليوم مع سيد وزير الصناعه تؤدي الى نتيجه ايجابيه ان شاء الله. شكرا لك سيد وزير الصناعه. جوهرة FM الدنيا وما فيها